abonel tangazem ko partager ko joxo sa xalat ci commentaire yi billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما قلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا ومولانا من الشاهدين اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم وانفعنا بالآيات والذكر الحكيم واجعلوا لنا حجة يوم الدين واجعلوا لهم حجة يوم الدين اللهم انفعنا بما صرفت فيه من الآيات وذكرنا بما ضربت فيه من المثلات وكفر بتلاوته عنا السيئات إنك مجيب الدعوات إنك مجيب الدعوات اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن اللهم ربنا تقبل كل ما نوينا بتلاوة القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان أو تحريف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو سرعة أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير مكان فكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الحان واغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا عنا من الغفلة والكسلان أمنا من عذاب القبر أمنهم من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان وبيض وجوهنا يوم البعث واعتق رقابنا من النيران واعتق رقابهم من النيران ويمن كتابنا ويمن كتابهم ويسر حسابنا ويسر حسابهم وثقل ميزاننا وميزانهم وثبت أقدامنا وأقدامهم بصراطي واسكننا واسكنهم في وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وارزقهم جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجل أحزاننا وذهب غومنا ونور صدورنا وشفاء دائنا وقائدنا وسائقنا إلى جنة النعيم اللهم اجعل أنيسنا في الوحشة ومصاحبنا في الوحدة
ومصباحنا في الظلمة ودليلنا في الحيرة ومنقذنا في الفتنة وعصمنا به من الزيغ واللهواء وكل الأعداء يا رحمن يا رحيم. اللهم اختم بالسعادة آجالنا وحقق بالزيادة آمالنا وقرم بالعافية غدونا وأصالنا واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا وسبب سجال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بستر عيوبنا ومن علينا بستر عيوبنا. اللهم اجعل تقواك زادنا والثقة بك زخرنا واعتقادنا وأمن من الجوع والخوف بلادنا سنغال وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه هدية واصلة ورحمة متصلة منك يا روحي حبيبنا وسيدنا وشفيعنا محمد عليه الصلاة والسلام ولأرواح آبائه وأمهاته وأزواجه وذرياته وأصحابه وأتباعه وأحبائه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا ومشايخنا وأساتذتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا ولأرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين مع الحياة منهم والأموات. اللهم بلغ ثواب قراءتنا هذه لمن جعلتنا سببا لاجتماعنا هذا وآتهم في القرآن في قبر ساعة الواسعة والحجة البالغة والقول الثابت والنور المستبين في اللحد المظلم وجاف الأرض عن جنبيه واغفر له ولوالديه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم آته بالقرآن الأمن يوم الفزع الأكبر والرخاء عند الشدة وتثقيل الحساب عند الخفة والورود إلى الرحمة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم بلغ ما قرأناه والنور ما تلوناه هدية واصلة ورحمة متصلة منك إلى روح عبدك وحبيبك وحبيب رسول الله وحبيب سيد أحمد تجاني سيد محمد الأمين ياس والحاج إبراهيم ياس إبراهيم أنجاي ومريم أبا مام ديم بشام نيمان سنغور فاتو ساني فاتو جاسي جيمي سام عمر سلة محمد سلة فاتو جاسي فاتو متفال. اللهم أوصي ذلك إليهم. اللهم بلغ ما قرأناه وبركة ما تلوناه من كتابك العزيز هدية واصلة ورحمة متصلة من كرار عبدك وحبيبك وحبيب رسول الله سيدي محمد الأمين ياس ابن خليفة الحاج محمد والحاج إبراهيم خليفة وجميع أولاد الحاج عبد الله ياس وجميع أولاد خليفة الحاج محمد وبناتهم. اللهم أوصي ذلك إليهم واجعلوا نورا يسعى بين يديهم. اللهم أكرم به مقامهم ويسر به حسابهم وضاعف به ثوابهم واجعل الرحيق المختوم شرابهم. اللهم أنس وحدتهم وارحم غربتهم وتجاوز عنهم بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم توفنا مسلمين لا مبدلين ولا مغيرين ولا فاتنين ولا مفتونين. آمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعلنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة لنا يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت لنا راحة من كل شر. اللهم اجعل خير عمرنا آخرة وخير عملنا خواتمة وخير أيامنا يوم القيامة يوم تبعث عبادك. اللهم إني أسألك عيشة هنيئة وميتة سوية ومردا غير محزن ولا فاضح. اللهم إني أسألك خيرا لك خير مسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثقل موازيننا
وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا وعفو جميع خطايانا وأسألك العلا من الجنة وأسألك العلا من الجنة. اللهم إني اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك ومن الطاعة ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به عن علينا مصائب الدنيا. ومتعنا الله بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة ولا ميت إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم إنا نسألك عمرا طويلا وصحة كاملة ورزقا واسعا وعلما نافعا وقلبا قاشعا وزوجات صالحات وذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنزل السلامة وسكينة في بلادنا. اللهم أنزل السلامة وسكينة في بلادنا سنغال. اللهم ارفع درجاتنا وارحمنا وارحم موتانا واغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. بسر دعوتك يا رحمن والخلف خائف وابل دمعي من جفوني واقف. فما لي من أرجو سواك لحاجتي فما أنا إلا عند بابك واقف. أخشى بباب الجود والفضل خيبة وكل الورى من بحر جودك غارف. لقد ظفرتك في بأشرف بغية وقد صرفت عني بذاك المخائف. فحطني بحسن من حماك ممنع تجنبني والمنتمين المتالف. ورد من أهل الكيد كل مكيدة إليهم فإنني بالحمى منك عاكف. وصبري تقضي والفؤاد مروع وليس لقلبي عن رجائك صارف. أغثنا أغثنا يا مغيث فإنني ضعيف وما لي من سواك ناكف. تراكم أحزاني وهمي ولوعتي وليس لما بي رب غيرك كاشف. دعوتك في سري وجهري لغربتي وفقري فحالي ليس يعكي واصف. بجاه رسول الله بجاه رسول الله بجاه رسول الله رب توسلي لنيل مرامي إليك طرائه. عليه صلاة الله ما ذر شارخ وما صح فياض من المزواكب. وجاه اتجاني ختائم اتنا ومن لي بما آي البليغ يسائه. فما رجعت كف دعتك بخيبة فجودك فياض وفضلك عاطف. فإني لدابا بالحمى منك أحتمي إذا جاء من ريح العدو إلا واصف. وصل على المختار ما نال مطلبا ما نال مطلبا ما نال مطلبا ببابك الراجي ومن خائف. يا رب فحم حمانا على ممر الليالي بحق طه وصحب له كرام وآلي. وبصل لنا كل خير لا ينتهي من همالي. واصلح لنا الحال كلا من كل أهل ومالي. وفجناب حمانا من سوء صرف الليالي وحلنا في البرايا بهيبة وجلال. وحلنا في البرايا بهيبة وجلال. وحلنا في البرايا بهيبة وجلال. وفحمانا إلهي من منزل وعيالي وصاحب ومريد وناصر وموالي. وصاحب ومريد وناصر وموالي. وصاحب ومريد وناصر وموالي. ثم الصلاة على من قد كان خدم الكمال وناصر وصحاب وآله وموالي. بسر اللهم صل على محمد الفاتح لما والخاتم لما
سر حق بالحق ولا هادي الى صراطك المستقيم وعلى ليحق قدر دار العظيم. اللهم سل على محمد الفاتح لما والخاتم لما سر حق بالحق ولا هادي الى صراطك المستقيم وعلى ليحق قدر دار العظيم. اللهم سل على محمد الفاتح لما خاتم لما ولا هادي الى صراطك المستقيم وعلى ليحق قدر دار العظيم. الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يلنكو 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 yalla nagn ko yagga tewé yalla nagn ko yagga tewé yalla yalla jotal len ñaan gi seydi mohammed amin juroom ben at ci ren yalla ko xippé aljana dekkale ko yoonte yalla mohammed dekkale ko seydi ahmed tijani dekkale ko mawla jablayes dekkale ko mam khalifa yes mok magam ju teddi yel haj ibrahim yalla yalla bol len ci aljana yu kawé yalla man nako sañ nako yalla ko yalla def bolo mi xey ñoko tewé ren yalla nagn ko tewé dewen lim fi bayyi ci njabot ci alal ci entreprise yalna yalla tek ci loxo barke yalna ko yalla soti ci lolé ci barke alquran ñi xamé ni ñom ñoy safom di falem muy san fan ci club yépp yalna yalla jappalé len yalna yalla dimbalé len personnel bi xey ñoy liggéey ci radio ba ak télé ba ak plateforme yépp yalna yalla dimbalé len taxawu len samu len ci njital cheikh ñess ak mbolem ñi xey ñu nekk ci gannaam diko jappalé ci digënté goor ak jigen mak ak ndaw yalla man nako sañ nako yalla ko yalla def ni fi tewé ni ren yalla ni fi tewé dewen te ken baña manki yalla faj aajo yi safara jangore yi yekati daraja yi ak maqama yi yalla neexal rew mi baxal ko jubal ko jubante ko ci barki yonte yalla muhammad yalla man nako sañ nako yalla ko yalla def yalla 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 jangal ñu nawet bi lepp luñ ci am yalla ñu ko murlo lepp luñ ci am yalla ñu ko murlo lepp luñ ci am yalla ñu ko murlo yalla man goko sañ goko yalla yalla defal ñuko mbolem ko fi indi aajo yalla yalla faj ko mbolem ki fi ñew fi dugg fi and ak aajo aajo jo yalla nako sama borom faj yalla nako yalla faj mbolem ki fi dugg and ak jangoro jo meena wax ak jo man ta wax yalla yalla safara ko bo fi genn yalla sa mbolem jangoro genn sa yaram wi jangoro yi biir jangoro yi biti jangoro yi yaram jangoro yi xel jangoro yi xol jangoro yi tank jangoro yi lepp yalla yalla safara ko de yalla may ñu wërseuk woy wërseuk yaatu yalla man nako sañ nako yalla yalla defal ci barki yonte yalla muhammad barki seydi ahmed tijani إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جرينجن يف دلال أجام تي شين مرآة الصفا أبونيل تنغزمكو بارتازكو جخو سخلات تي كومنتيري